ليدرز. سيد تيجان القطري، بعد التكوين اللي تلقاوه أعوان الحرس الوطني أو النواة الأولى للحرس الوطني، وقع تحويل إدارة الأمن اللي كانت مسيطرة عليها فرنسا للسلطة التونسية. صحيح. وسمي السيد إسماعيل زويتن مديرا للأمن، مدير أول الأمن. أول مدير أمن تونسي. صحيح. سمي في ذلك في تلك الفترة، لكن الجيش الفرنسي قام هيمن على التراب التونسي في الجنوب اللي كانت منطقة عسكرية، وفي بقية أنحاء البلاد كانت هناك مازال سلك الجندرمة الفرنسية لحماية المعمرين وأملاكهم والسيطرة على التونسيين. أنت في تلك الفترة كنت رئيس المصلحة هذه، لكن صار حدث مهم جدا جعل الحرس الوطني يبرز للساحة، خرج من الثكنة متاعه في بوفيشة وظهر للعيان لأول مرة. كانت حدثنا عن ذلك الحدث المهم جدا. عرفتك شو تقصده، يعني في الأثناء في أكتوبر عام 56، أكتوبر بالضبط عام 56، كان مقرر باش يوقع يعني اجتماع ما بين المغرب والجزائر وتونس لدراسة الوضع في الجزائر واتخاذ يعني إجراءات لإعانة الثورة الجزائرية في مهمتها. وكان المقرر باش الاجتماع هذايا يدوم في تونس، يوقع في تونس. ومسبقا مشاو المسؤولين الجزائريين للمغرب، عملوا اتصال أولي مع الملك محمد الخامس قبل ما يجيو لتونس، وبعد جاء وصل الملك محمد الخامس لتونس وحده، وبعد شوية مش يجي الطائرة فيها بن بلة ورفاقه خمسة، وإذا بي احنا في المطار نستناه وقتاش الطائرة، ما جاش الطائرة وجاية ومزالتها ومشاو البقعة الثانية ومشاو حاصلوا الطائرة هذه، وقع اختطافها من طرف الجيش الفرنساوي في الجزائر، وحولوا وجهتها من تونس إلى باريس، وهبطوا هذوكما بن بلة ورفاقه واعتقلوهم ودخلوهم السجن في فرنسا في باريس. بعد يعني الغليان والجو في المطار، مشينا انا وقتها انا وسي احمد التليلي، كنا احنا اخر واحد تركنا المطار، مشينا لرئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة وقتها في كارتاج الساعة 11 متاع الليل. الرئيس بورقيبة هذا كان معروف في العشرة في قرطاج، يعني في الفيلا اللي اتخذها الرئيس بورقيبة مقرا له، واللي كانت تابعة للكتب العام للحكومة الفرنسية. صحيح. اللي أصبحت بعد قصر قرطاج الحالي. أيوة، بعد تطورت ووقعت البنايات الأخرى باش وليت تو القصر نتاع قرطاج، القصر الحالي اللي معروف هو أنه الرئيس بورقيبة بعد الساعة 10 لأسباب صحية يمشي يرتاح ويرقد. واحنا تو 11 تعديت نتاع الليل، نتقاوس الباهي لدغن يحاول باش يتصل برئاسه الجمهوريه الفرنسويه باش نجموش نلقاو حل سلمي ليسيبوهم، واللي حل سلمي باش نحلوا المشكل هذا. وكان موجود غاديك في الواحد سي طيب مهيري سي اسماعيل زويت مدير الامن. بعد ظهرت انه ما ثماش استعداد من طرف السلطه الفرنسويه والجمهوريه الفرنسويه باش يسيبوهم هكا جماعه، يعني هما بنفسهم كانوا تحت تاثير الجيش الفرنساوي. وكانت وضعيه يعني حرجه بالنسبه لتونس، لانه بلغتنا يعني معلومات انه الجيش الفرنساوي نتاع الجزائر يستعد في حاله يعني هجوم تونسي على السفاره الفرنسويه باش يرجع يحتل تونس. هذه معلومات وصلتنا يعني في المجال هذا. دونك يعني طيب مهيري وقتها كان وزير الداخليه، كانت المهمه نتاعو صعبه، يعني يلزم يحمي السفاره الفرنسويه لانه متوقعه باش يصير يعني هيجان كبير ومظاهرات كبيره في البلاد
عن وقت ما يسمعوا الناس انه طائرة بن بلة وقع اختطافها وتحويل وجهتها مش يصير يعني مظاهرات كبيرة. مهمة الطيب مهيري باش كوزير داخلية باش يحمي السهرة الفرنسوية ويحمي قصر الحكومة اللي كان في القصبة دار البي في القصبة. بون المأمورية هذه يعني من مشمولات إدارة الأمن الوطني اللي رأسها إسماعيل زويت. طلب سي طيب مهيري من إسماعيل زويت باش يعني يقوم بالمهمة هذه. قالوا سيد الوزير أنا ما نجمش نجاوبك يعني حتى نمشي نشوف المسؤولين عنا في إدارة الأمن يعني إيش نجموا نعمل. بعد غياب قصير جاء سي إسماعيل زويت وقال له ما نجموا نعمل حتى شيء، ما عنديش أعوان، ما عنديش يعني إمكانيات ما عنديش بوليسية باش نأمن الأمن نتاع السفارة الفرنسوية. تلفت لي سي طيب ميري قال لي تجاني انت شنو نجم تعمل؟ نجمش الحرس يعني؟ قلت له مستعدين. وقت الحرس مازال في بوفيشه ما يعرفوا حتى حد وما شافوا حتى حد في وسط البلاد. مشيت خذيت السياره نتاعي وطلعت البوفيشه في نصف الليل وقيمت سي احمد جباره اللي هو المسؤول نتاع المعسكر وكلفته بالمهمه هذه باش يأمن السفارة الفرنسوية ودار البي رئاسة الحكومة قبل الساعة الرابعة. فيق الناس الكل وقام بالمهمة نتاعه على أحسن وجه. وكان هذا أول مرة يظهر فيها الحرس الوطني بلباسه وعنده سلاح. شافوا الشعب التونسي هذا هو الحرس الوطني اللي كانوا الناس الكل يتكلموا عليه وما يعرفوش شنو هو يعني خليقة ولا صنيعة كما يقولوا في العامية. وقتها ظهر في هذا في اكتوبر عام 56. اسمح لي يعني الحرس الوطني كانت عنده وقتها شاحنات، كيفاش شريتوهم الشاحنات هذوما؟ احنا دوما في الاستقلال الداخلي كما قلت الساعة سي المنجي سليم كون يعني احدث مصلحة النظام العمومي وخذالها يعني قرا حسابه في التمويل شرينا 31 ساحنة باش نجموا ننقلوا عليها أعوان الحرس الوطني من بقعة لبقعة. واستعملنا هذيك الشاحنات هذيك استعملها السي أحمد جبارة باش تحول بها من الأعوان من بوفيشة حتى لتونس. وقعدت الحراسة نتاع السفارة ورئاسة الحكومة دامت 48 ساعة تحت أشراف الحرس الوطني. الحادثة هذه انطلقت مفاوضات بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسوية فيما يخص تسلم مراكز الجندرمة الفرنسوية. كانت حدثنا ستجاني عن المفاوضات هذيك اللي انت كنت وكبتها. كما قلنا يعني في اول استقلال في ظرف في فتره الاستقلال الداخلي وقع تسليم اداره الامن الى السلطات التونسيه، ولكن السلطات الاستعماريه ما هيش قابله فكره تسليم الجندرمه الى السلطه التونسيه. علاش؟ لأن الجندرمة كانوا المهمة نتاعهم هي حماية المعمرين أشخاصهم وممتلكاتهم والضغط على الشعب التونسي باش ما يتحركش. هذه كانت مهمة الجندرمة في تونس. ولذلك يعني تسهلوا شوية فيما يخص الأمن لأنه في المدن، أما هذايا يعني كون يعني فرنسا تسلم في أولادها يعني تنحي لهم الجندرمة اللي كانوا يحميهم، ما كانت يعني السلطات الفرنسوية ما كانوش يعني قابلينه. وبعد اتصالات سياسية واعتبارات يعني أخرى تفاهم السلطات التونسية والسلطات الفرنسوية باش تقوم مفاوضات ما بين السلطات الاثنين لتحويل مراكز الجندرمة إلى السلطة التونسية. الوفد التونسي يتكلف من سي المنجي سليم وسي حمادي سنوسي وعبدكم.
حمادي السوسي كان المستشار القانوني للحكومة. كان المستشار القانوني. هذو ثلاثة من الناس فيهم الوفد التونسي. ولاحظنا في الاجتماعات أنه الفرنساويين يمهطلوا يطولوا في المشاور أنه الجندرمة يعني يحب المكذا والجندرمة باش يتكون يزمو عامية ثلاثة وإحنا الجندرمة نأخذوهم من ضباط الصف نتاع الجيش الفرنساوي اللي عندهم تكوين عسكري وعندهم وهذا الشيء مش موجود في تونس نزمنا نبدأه من الأول ونعمله ولذلك يعني يزم نفهموا أنه باش نكونوا يعني جندرمة يزم عامية ثلاثة أقل شيء هذا مشوار مش يهزنا يعني خمس سنين عشر سنين ما نعرفش يعني قديش مش الطول العملية هذه باش ناخذوا 104 مراكز يعني نتاع جندرمة كانوا موجودين في تونس في اجتماع يعني أظهر يعني الطرف الفرنساوي أنه قال الحكومة الفرنسوية مستعدة باش تعاونكم باش تعمل اللي تحبوا باش يكونوا لكم الجندرمة نتاعكم تلفت سي المولج سليم يقول لي وقتاش نقولوا لهم يعني نجموا نستنوا قلت له في شهر اكتوبر بعد ما كمل السيد هذا نتاع رئيس الوفد الفرنساوي سي المنجي اخذ الكلمه يعني بعبارات يعني دبلوماسيه معروفه عن سي المنجي قال لهم احنا الحكومه التونسيه مستعده باش تاخذ المهام نتاع الجندرمة في شهر سبتمبر نتذكر في نشوف الصوره هذه الوفد الفرنساوي وجهه ولا اصفر ورئيس الوفد قال بون جو برون اكت اي جو مون ريفير ا مون غوفرنمون وتقصت المفاوضات على اثر هذا بعد بضعه اشهر يعني رجعت المفاوضات وجاو الوفد الفرنساوي قال احنا نقبلوا باش نحولوا الجندرمة الفرنسوية للسلطة التونسية وانتم احرار يعني باش تكونوها على الطريقة نتاعكم وبدينا عملنا رزنامة من تبدا من نوفمبر 56 حتى جانفي 57 باش وقع استلام 104 مركز جندرمة في البلاد. كيفاش كان الجو في تونس في تلك الفترة لما تم استرجاع المراكز نتاع الجندرمة كيفاش كان المواطنين يتفاعلوا مع الحدث هذا؟ خليني أقول لكم حويجة قبل بقدر ما يعني في السلطة الفرنسوية كانوا متساهلين في تسليم الأمن سلموا إدارة الأمن بالأجهزة نتاعها بالدوسيات نتاعها خذاو بعض من الدوسيات اللي يهموهم هما خذاهم معهم اما قعدوا الدوسيات والعباد واحد هما بيدهم ما تبدلوش بينما في الحرس تعرف شنو عطاونا؟ عطاونا مبنى اربع حيوط وقاع فارغ فيه تليفون وسياره لاند روفر كاو ولا ورقه في الحرس اللي سلمونا الجندرمة ولا ورقة باش نبين لكم العقلية نتاع الفرنسيس يعني ما بين الجندرمة والشرطة ولا ورقة عطاونا با احنا ما يهمناش يعني الأمور هذية احنا مشينا تمدينا وكل بلاد يمشيوا لها شنو يعني فرحة عارمة في البلاد هذيك والناس شو تقول اليوم وصلنا للاستقلال اليوم وصلنا للاستقلال هذا الاستقلال بالكلام وحدثين والكولوم موجودين والجزارمية موجودة والعسكر موجود في الجنوب هذا اليوم كما شتنحى جندرمة اليوم وصلنا للاستقلال هذا في كل المراكز اللي مشينا لها هذه كانت الوضعية هذه كانت العقلية نتاع التوانسة بعد هذا تم تعيينك أمر الحرس الوطني كنت أنت أول أمر الحرس الوطني لتونس المستقلة لكن انت بقيت موظف في وزارة الفلاحة حسب ما نعلم انك شهريتك كنت تقضاها من وزارة الفلاحة كيفاش تمت تسوية الوضعية متاعك؟ والله حتى هي قصة طريفة يعني انتم جبتوها يعني
كانت يعني احنا في الاول الاستقلال يعني لازمنا نعترفوا بهذا، ما كانش عندنا درايه كبيره بالاداره واحد، ولكن كما قلت لكم يعني ثم كان اراده نتاع الناس اللي مشرفين يعني على الوظائف في البلاد، وكان ثم يعني مسؤولين كبار في الحكومه اللي وضعيتهم الاداريه سايبه، منهم السي عبد الرزاق رصاع، منهم السي حمادي سنوسي المستشار القانوني نتاع الدوله، منهم مدير الوظيفه العموميه السي احمد الكناني، منهم امل حرس اللي يدور تجاني كتاري. وضعيتهم الاداريه مش مسويه، مش منظمه. اقترحوا باش يسميونا رئيس مصلحه شاب دو سيرفيس. دونك تعينت انت امر للحرس الوطني. كنت تحدثنا على البدايات، كيفاش كانت البدايات وانت امر الحرس؟ صعبه جدا، لانه البلاد مقسومه على شطرين، الجنوب كان يحتله الجيش وحكم عسكري مطلق، من قابس الجنوب كان التونسي باش يمشي المدنين يزوي ياخذ رخصه من عند كما يقولوا بالعاميه بيرو عرب، البيرو دي زافير انديجان، بيرو عرب يزوي ياخذ رخصه باش يمشي المدنين، وعلاش ماشي وشنو السبب، ومراقب في كل ما يمشي خطوتين في 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 مدنين، يعني نقول المدنين ونفس اي بلاد يعني من الجنوب. هذا كان مهيمن عليه الجيش الفرنساوي، والجيش الفرنساوي كان مهيمن على بقيه البلاد بواسطه الجندرمه، بواسطة الجندرمة يعني اللي كانت هي يعني مسيطرة على الوحدة. وصارت عدة أحداث يعني تو احنا ذكرنا منها أحداث الحادثة نتاع الطائرة نتاع المبلة، ما ننساوش يعني تقنبيل نتاع ساقط سيدي يوسف في فيفري عام 58، وقع يعني الجيش الفرنساوي قام ب بقنابل على يعني مدينة ساقط سيدي يوسف، وصار فيها برشا ضحايا. وعلى أثر هذا الكايا قررت الحكومة التونسية باش تعمل سدود باش تمنع الجيش الفرنساوي باش يخرج من السكنات نتاعو، وكان الحرس الوطني هو اللي نظم السدود، هو اللي أشرف عليها. السدود كانت منتشرة في جميع الجمهورية، في كامل الجمهورية، وكان يعني فيه برشا مواطنين، اما الاشراف والتنظيم كان الحرس الوطني خارج المدن والشرطه داخل المدن. هذه والسدود هذه هي اللي جابت الجلاء. الجلاء بدا بمراحل، الجلاء بدا من الجلاء على الجنوب، بعد كده الجلاء على جميع المناطق ما عدا بنزرت، وبعد كده جات معركة بنزرت والجلاء التام في 15 أكتوبر. هل تم انتداب أعوان أخرين إضافة للألف، ولا بالألف ثم وزعتهم على كامل المناطق؟ ما هو الألف هذاك يعني أضافوا له هذاك جماعة المخزن، وقعدنا فترة في هذيك ما زدناش، ولكن بالوسائل اللي وقتها تعرفوا يعني الظروف، ثم ظروف نتاع اليوسفية وظروف نتاع اشتباكات ما بين اليوسفية والجيش الفرنساوي واستغلالها سياسيا، انه هكا ثم استقلال ولكن استقلال مش صحيحه، والجيش الفرنساوي هو اللي يحكم في البلاد، واو صارت يعني الحاله الثانيه. بشراء المعدات هذه اللي كنا نحكي عليها، كان الحرس الوطني يتنقل بسرعه من مكان لمكان، حتى انه الخبراء الفرنسيين في المادة العسكرية والمادة الأمنية يقولوا أن الحرس متكون من 3000 شخص بينما هو 1000 واحد، وبضع ديزون 100 ولا 200 أخرين إضافيين أكهو. هذا هو الحرس، هم كانوا يعني يقاوموه ب 3000 عون، هذه الخبراء الفرنسيين. كيفاش تقيم المردود نتاع الأعوان رغم اللي ما عندهمش تكوين في البداية وتعلموا القراءة والكتابة، لأن عدد منهم كانوا أميين وكانوا يجهلوا العديد من الأمور المتعلقة بنشاط الحرس؟ يعني أنت أكيد كأمر كنت تنقل بمختلف مناطق البلاد
وتعاين في نشاط الوحدات الحرس المنتشرة في مختلف أرجاء. أنا بدأت المهمة نتاعي يعني بالتنقل كما دخلت سيادتكم يعني في البلاد، حتى قبل ما يتكون الحرس كان وين ثم يعني واقع يعني صعيبة ومشكل خطير واحد نمشي له. كان عندي سيارة وثلاثة شوفيرية، ثلاثة يتداولوا يعني 24 ساعة، وكنت ساعات نقعد نهارين ثلاثة ما نرجعش لداري، ما نمشيش لداري من بقعة لبقعة، لأنه لا كان يعني الأجهزة نتاع التليفونات ما كانتش يعني موجودة، ماهيش قليل يعني. احنا في الداخلية باش نتصلوا بالوالي في الكاف واللي في القصرين يعني بشق الأنفس، تحبنا 4 ساعة ولا نص ساعة واحنا نطلبوا ونعاودوا باش يجاوبونا. ها وخلي تويك يعني الأمور يعني سهلة تظهر يعني ما ثم حد شيء، بينما يلزم الحضور الشخصي. لو كيفاش صارت يعني الحادثة نتاع في عين دراهم اللي مات فيها شو اسمه خميس الحجري، خميس الحجري الكاتب العام لوزارة الخارجية، ما هو لأنه ماشي يمشيوا على أي مكان باش يعاونوا واحد كذا وتقتل فيها يعني سي خميس الحجري في كل في أنا أعطيك مثال آخر، حوادث رمادة، حوادث رمادة عندهم قصة أخرى. قبل ما تصير حوادث رمادة تفطنت الحكومة التونسية أنه ثم تسنط على جهاز المخابرات، على جهاز الهاتف نتاع الحكومة التونسية. كانوا الفرنساويين عاملين ليكوت تسنط على جميع أجهزة الحكومة التونسية وقت حادث رمادة. كيفاش مش نبلغوا التعليمات من تونس للمسؤولين المحليين بالتليفون؟ انت تحط التليفون وما يسمعوا ايش قلت له، طب لا فايده. وليت كلفوني بمهمه، وليت نمشي كل يوم نخرج من تونس في 6 و7 نتاع العشيه، نمشي لصفاقس ناخذ اجتماع في الولايه نتاع صفاقس، يحضرها ولي صفاقس ولي قفصه ولي قابس والكولونيل المساوي المسؤول العسكري في قابس، يحضروا اجتماع هذكايا، نعملوا نظره على الوضع العام نتاع الحادثه هذيك نتاع رماده، ونعطيهم تعليمات تاع الحكومه ونرجع لتونس. لتونس في 8 نتاع الصباح اجتماع في المكتب رئيس الجمهوريه في القصبه، 8 نتاع الصباح. دامت هذه اكثر من اسبوعين. قلت لك الحضور والولايات بالطبيعه يتنقلوا من المناطق نتاعهم لصفاقس وبعد يرجعوا بالطبيعه. بعد يرجعوا بالطبيعه. الولايات هكم ثلاثه يعني نتاع قفصه ونتاع قابس ونتاع يرجعوا للبلاد مجبورين. يعني كانت وضعية غير الوضعية الواحد ممكن يعني الناس تويكا بخصوص الجيل الحاضر ما يتصوروش هالأمور هذه، ما يتصوروش يعني كيفاش يعني بالمعجزات يعني كوننا هالدولة هذه. منصب أمر حرس منصب مهم جدا، يستوجب ثقة فيه من قبل رئيس الجمهورية لعينه وزير الداخلية. كيفاش كانت علاقتك مع أولا رئيسك المباشر سي طيب المهيري في تلك الفترة والرئيس الحبيب بورقيبة، كيفاش كنت تتعامل معهم؟ مع طيب المهيري يعني في الواقع يعني أنا طيب المهيري ما كنتش نعرفه، تعرفت عليه هو كوزير داخلية ما كنتش نعرفه يعني. حتى في أنا مشيت لباريس باش نقرأ هو رجع عام 54، انا مشيت هو انا عام 50 انا مشيت هو رجع لتونس، دونك ما تقابلناش يعني في ما عندناش علاقه طالبيه، ما كنتش نعرفه طيب مهيري. ولكن طريقه العمل اللي كان يستعملها طيب مهيري هي تاع طريقه تاع جماعيه، كنا 5 من الناس نجتمعوا يعني كل مره في الاسبوع ونعملوا اجتماعات يعني اضافيه مع وزير الداخليه في كل الشؤون يعني اللي تهم البلاد،
وقعت يعني ما بين المسؤولين هذوما يعني الخمسة اللي كانوا مسؤولين على البلاد اللي كانت تحب نسميهم لك يعني إيه؟ يعني كان مدير الأمن سي دريس جيجا إيوه لأنه تقول لي إسماعيل زويتن وين مشى؟ سي إسماعيل زويتن نهار اللي محمد الخامس مشي غادر البلاد التونسية داخلين للمطار الطيب مهيلي وزير الداخلية وبحذاه وتلفت هكا يلقى بحذاه سي إسماعيل زويتن غزل له قال له ايش تعمل هنا؟ قال له انا مدير امن سيلو. قال له برش الدارك ذي بعد اللي يرفض الحادثه هذيك نتاع الطياره نتاع بن بل. انا كنت باش اسالك اما كنت متوقع انه تم اقالته لانه لم يقم بالمهمه. بون هو يعني انا اقول لك طريقته يعني ابعاده يعني واحد وتسمى ادريس جيجا مدير الامن الوطني. المجموعة اللي كنا نديره في وزارة الداخلية كان عنده مدير أمن دريس جيجا رئيس الإدارة الجهوية الباجي قايد السبسي رئيس ديوان وزير الداخلية محمد غراب وأمن الحرس الوطني هذوما هذه المجموعة اللي كانت تمشي البلاد هك السنوات هذيك بالوسائل اللي المتاحة اللي كنا شفتوها تويك وتعرفنا عليها. شنو علاقتك مع رئيس بورقيبة؟ كيفاش كانت علاقتي مع رئيس الجمهورية؟ هي علاقة يعني أكثر منها إدارية شخصية يعني ورغم اللي بورقيبة تعرفت عليه من في مصر الفترة اللي احنا مشينا لمصر هو كان موجود في مصر كان يتنقل ما بين مصر وسويسرا والولايات المتحدة يجري باتصالات مع المسؤولين الأمريكان وقعت علاقات يعني في هذه الفترة هذيك وما كانتش علاقة يعني لا رئيس ولا مرؤوس يعني الناس تقول لك يعني سيفتو حبيب بورقيبة مناضل كيف المناضلين الآخرين كما احنا مناضلين كيف يعني على السواء حد السواء في كون يعني بعد الاستقلال كون الدولة والدولة عندها تراتيبها وعندها يعني كل نظامها وتبين العلاقات ما بين كل الأصناف وكل وحدود كل شخص أنا كانت الحدود نتاعي في نطاق يعني الالتزامات نتاعي نحو رئيس الجمهورية نمشي له وقت اللازم وقت اللي يسمى أمر ضروري وقت ما عيط لي هو نمشي نتصل به نعطيه كل المعلومات كل الإجراءات والاتصالات على قلت لكم يعني كانت يعني إدارية أكثر منها شخصية بعكس الطيب مهيري اللي كانت ابتداء من إدارية وليت شخصية ولينا أصحاب يعني أحباب أصدقاء. أنت وكبت تكوين الجيش الوطني كأمر الحرس كنت تحكي لنا يعني على الفترة هذيك هذيك زادة يعني كيف قلت لكم أنه جنرال كافي يعني قائد العام من الجيش الوطني تعدى تخلى الجيش على طريق الحرس واحد ما يصدقش بينما الواقع هو الواقع النهار يعني ما زلنا في الاستقلال الداخلي علموني قالوا لي راهو ثم شخص يحب يقابلك ما نعرفش اسمه ولا عطوني اسمه قلت له تفضل لأنه كنا مفتوحين يعني متفتحين كل شيء دخل شخص أسمر واحد نرفو وقف وعمل تحية قال لي أنا كوماندون الكافي كوماندون محمد الكافي تفضل سي محمد مرحبا قال لي أنا راني خدمت في الجيش الفرنساوي وكنت نعاون برشا المقاومين نعطيهم شويه ذخيره ونعطيهم شويه معلومات نعطيهم شويه يعني باش يكونوا قنابل واحد وتو جينا فتره توي كانت على الاستقلال الداخلي وقلت ان شاء الله الاستقلال خايف لا يقع يشاي بي يوشي بي ويعديوني على المحكمه العسكريه الفرنسويه قال لي المحكمه العسكريه الفرنسويه الاعداء قال لي خيرت باش قدمت استقالتي من الجيش الفرنساوي
وخدم استقالته وعطاه رتبة يعني كوماندون، وقال لي أنا نضع روحي تويكا في خدمة البلاد التونسية في خدمة البلاد، أنا مستعد باش ندخل معكم في الحرس في كل وقت. شكرته أنا على الموقف نتاعه، وقلت له راهو أنا الأمر هذايا مش من مشمولاتي، لازم نرجع للوزير. مشيت لسي المنجي حكيت له، قال لي نعرفوه صحيح الكلام اللي قاله لك كله صحيح، يعني كان يعاون في الفلاقة أحسن بن عبد العزيز وجماعة نتاع الساحل الكل يعطيهم في المفرقعات ويعطيهم في انتدبناه قاع الانتداب نتاعو في الحرس الوطني، وقبلها بمدة صغيرة يقع يعني تسليم يعني جهاز من المخزن. المخزن كان سلمونا يعني وحدتين من المخزن المتجول مكونين بالسلاح نتاعهم بوسائل النقل نتاعهم، وكان مركزهم في صفاقس. عيننا الكوماندون الكافي رئيس الفرقه هذه نتاع المخزن المتجول في صفاقس، وكان العمليات يعني وقتها نتاع المناوشات ما بين الجيش الفرنساوي واليوسفيه والواحد وكذا كان هو يمشي لهم، وهو كان يحل المشاكل وكما يقولوها بالفرنسويه يفي لي شوز بروبرمون، ما ثماش تجاوزات، ما ثماش يعني انتقام، ما ثم حتى يعمل العمل نتاعو نظيف، ما خلى كان الاثر طيب. بعد مده يعمل لي تليفون سي الباهي وزير الدفاع الوطني، يقول لي راهو رئيس جمهوريه يعني مش يعطي وقت رئيس حكومه، مازلنا على الجمهوريه، رئيس حكومه يعني مش يعمل عشاء على شرف الضباط اللي يخدموا في الجيش الفرنساوي ومش ناخذوهم باش يكونوا الجيش التونسي، ونحبك تحضر انت شخصيا ويحضر معك كوماندون كافي، اما الكوماندون كافي يجمو يجي بزي العسكري. كيف عرضت عليه قلت له راهو يلزمنا نمشيو في التاريخ كذا واحد كذا، غزل لي سي كوماندون كافي قال لي انا ماشي عندي موضوع نقول لك عليه، لانه القانون العسكري قال لي اللي تعرفه انت ونعرفه انا، كيف واحد يمشي يقابل رئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه لازم حتى الاوسمه نتاعو الكل. قال لي وانا الاوسمه ما ربحتهمش في خدمه تونس، انا ربحتهم في خدمه فرنسا، ما نجمش نمشي يعني نقابل رئيس الحكومه ولا رئيس بورقيبه وانا حامل الاوسمه نتاع فرنسا. قلت له باه ما تحملش الاوسمه، وصار يعني فعلا يعني في العشاء مشينا للعشاء في قصر رئاسة في المرسى، قصر السعادة في المرسى، ودخلنا القاعة الكبيرة هذيك اللي توا يعملوا فيها الاحتفالات، نلقاو طاولة من قدام هكا منصوبة، وطاولة ثم تدخل قدامك هكا، الطاولة اللي من داخل قعدت فيها رئيس بورقيبة، وعلى يمينه الطيب مهيري، وعلى يساره عبد الله فرحات، وانا على يسار عبد الله فرحات، هيك اللي كنا في الطاوله نتاع الصداره. الطاوله الثانيه فيها سي الباهي الادغام قعد مقابل الرئيس بورقيبه، وعلى يمينه محمد الكافي، وعلى يساره بقيه الضباط الحبيب الطبيب حبيب السوسي واخرين ثلاثه ولا اربعه ضباط اخرين على يساره. محمد الكافي ما عندوش حتى وشاء حتى نشاء، والاخرين صدورهم معبيه بالاوسمه، شيخين يعني مفرهدين مش يدخلوا الجيش التونسي ومش يزيدوهم كل واحد جراد على الجراد اللي هو عليه، يعني كانت يعني بالنسبه لي هما يعني حاجه مهمه. أثناء العشاء يعني أنا بجنب بورقيبة بجنبه ونعرفه يعني كيفاش شفته يلوج في حاجة يعني هكا ظرف معين يستغله. بعد ما فين العشاء هكا غزر
قال لهم انتم ماكم النواش اللي عندكم كيفاش ربحتوه؟ واحد منهم قال لهم انا سيد الرئيس انا ربحت في معركه كاسينو، والاخرين قالوا احنا في الهند الصينيه. قال لهم كيفاش الهند الصينيه؟ تاكم الناس يدافعوا على بلادهم وعلى حريه بلادهم وانتم تقتلوا فيهم، كيفاش تحسوا رواحكم؟ يعني معقول هو هذا يعني تقتلوا في ناس يدافعوا على الوطن ويدافعوا على بلادهم وعلى الحريه؟ وجه مصارت واللي كان يعني فره ذكا ولا وبعد قال لهم على كل حال ما يهمش توي هذايا، انا نطلب منكم باش تخدموا البلاد التونسيه واحنا تو مش نعينوكم في على راس الجيش التونسي، تخدموا الجيش التونسي باخلاص وتفاني ووطنيه. واحد وهو توصي الباهي مش اخذنا احنا قرارات، توصي الباهي مش يقول لكم عليه. هاي تفضل سي الباهي. سي الباهي عنده ملف قدامه، اجبد امر رقم واحد يعين السيد محمد الكافي امير لاي بالجيش التونسي. امير لاي وافق عليه كولونيل، هذا بالتركي امير لاي يقابل يعني كولونيل. سمينا السيد محمد، ما كانش عنده حتى صفه، محمد الكافي امير لاي بالجيش التونسي. الامر رقم اثنين عيننا السيد الامير لاي محمد الكافي قائد عام الجيش التونسي. الامر الرابع سمينا، الامر الثالث سمينا السيد الحبيب الطبيب امير لاي بالجيش التونسي. والامر الرابع سمينا الامير لاي الحبيب طبيب رئيس اركان الجيش التونسي. هذا ما يقرا فيهم سي الباهي. وبعد عنده يعني اوامر اخرى بدا مش يبدا. قالوا لا 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 يكفي هكا هذوما، تو غدوه يمشيوا كلهم وزاره الدفاع ويمشيوا لسي محمد الكافي تو يعطيهم كل الاوامر ويعطيهم التعيينات نتاعهم ويعطيهم الالتزامات نتاعهم. هذه كيفاش صارت يعني ليله تاسيس الجيش التونسي. هذه حادثه يعني ما يعرف احد، حادثه يعني في نطاق يعني اللي حضروها ثم ثلاثة مغاديكا وثم 15 من 15 شخص اللي يعرفوها الحادثة هذه. إذا أنت عشت فترات مهمة في تاريخ تونس وبقيت على رأس الإدارة العامة للحرس الوطني أمر الحرس حتى العام 60. أيوة. تنجمش تحكي لنا كان ما يحرجكش الظروف نتاع خروجك من المنصب هذا؟ بو أنا خرجت من الحرس الوطني عام 60 يعني وقعت يعني خارج النطاق الإداري يعني التونسي وخارج المسؤولية التونسية في ظروف مؤلمة ما نحبش نحكي فيها، سامحوني ما نحبش نحكي فيها. وقعت يعني اللي عاش الفترة هذيك يعني إذا كان واحد يعني ماهوش يعني ماشي في الاتجاه نتاع الحكومة يعني في الواحد ما ينجم يعمل حتى شيء. أنا خرجت وين ما نمشي نلقى البيبان مسكرة. قعدت حتى العام 69 أوائل 70 حتى العام 69 وين ما نمشي حتى إمكانية. جبرت بعت رزقي الكل، وأنا ورثت يعني من الوالد والوالدة خير الله كثير والله يرحمهم، بعت الكل باش عشت وربيت أولادي وقريتهم وما هبطش من المستوى نتاع العائله، بعد ايش الكل حتى لين وتات ظروف باش وقع اتصال مع سي عثمان البحري. سي عثمان البحري عم يعني قبل باش يقبلني وقعدنا نحكي يعني واحد قال لي مستعد باش ناخذك في البنيان. سي عثمان البحري باهي مشينا، قال لي تو نبعثك. قعدت في الانتظار نستنى واحد باش مش يبعث لي سي عثمان البحري. بعد عمل التليفون سي احمد بن صالح كان وزير الاقتصاد الوطني. هاي كي مشيت له قال لي راهو سي عثمان البحري قال لي يحب يوقع الانتداب نتاعك في المجموعه نتاع البنيان، وانا ما حبيتش نعطيه الموافقه نتاعي حتى نستشير رئيس الجمهوريه.
باش ما نحبش توقع مشاكل ليك ولا سي ولا سي عثمان. قال لي بون، كلمت يعني فتحت رئيس الجمهورية في الموضوع، قال لي واش بيه هذيك مناظر خليه يخدم على روحهم، بقيت باش تخلقوا هكا باش وقع وقع انتدابي وقت باش دخلت المجموعة تاع البنيان. بارك الله فيك. آخر سؤال، الآن تونس على المستوى الأمني جابه صعوبات وتحديات جراء خاصة الحرب على الإرهاب، والجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي ما في ذلك الحرس قاعدين يطلعوا بدور مهم جدا. شنو هي الكلمة اللي تحب تقولها للقوات الأمن الداخلي، وخاصة أنت كنت من المؤسسين للحرس الوطني؟ في الواقع يعني في الفترة هذيك كان الأمن الكل بتاع البلاد قائم به الحرس الوطني، قائم به، هو اللي أمن الأمن في البلاد، يعني في الحدود في كل بقعة، يعني في الحدود الشمالية في الحدود الجنوبية في الصحراء في خارج المدن، كان الحرس الوطني بالعدد القليل اللي عنده بالإمكانيات المتواضعة اللي عنده كان هو اللي قائم، كان في الصف الأول، هو أمن الأمن نتاع المواطنين والبلاد التونسية. وهك الشيء اللي يمتاز به الحرس مازال موجود اليوم، ونلقاو ديما الحرس في المقدمه وقت ما ثم يعني طلب بالدفاع على على البلاد على الامن، هو كان في المقدمه، هو يكون في المقدمه، وهذايا نعتقد انا شخصيا هو نتيجه ذاك الخميره اللي خليناها من وقت التكوين الاساسي هذيك اللي صار في معسكر بوحفيشه. وزيد نعاود مره اخرى نرجع فضل كبير ياسر سي احمد جبارة، وشكرا.